أنا بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى لحضور مهرجان سباق الخيل الذي أقيم على كأس جلالة الملك والذي نظمه نادي راشد الفروسية وسباق الخيل عصر اليوم الجمعة على مضمار منطقة الرفة بالصخير. وحضر السباق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وعدد من أصحاب السمو والسعادة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مملكة البحرين وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل. قام سمو الشيخ عبد الله بن حمد بتتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد العربية إلى فوز ناس، كما قدم سموه كأس جلالة الملك لجياد النتاج المحلي إلى فوز ناس، ثم قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد المستوردة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. كما قدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة كأس الميثاق إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الرفة إلى المضمر الفائز جابر رمضان، وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل إلى المالك الفائز عبد الله العيسى. فيما قدم ممثل شركة تترسلس كأس تترسلس سبرنت إلى المضمر الفائز يوسف طاهر. وأعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى عن فخره واعتزازه لحضور هذا السباق نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثنيا سموه على الجهود الطيبة التي يبذلها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتنظيم مثل هذه السباقات ودعمه للفرسان، منوها سموه بما حققه فرسان البحرين من إنجازات ونتائج مرموقة في رياضة سباق الفروسية وسباقات الخيل. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أنه بفضل الدعم والرعاية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الراعي الأول لهذه الرياضة العربية الأصيلة، مكن مملكة البحرين من تبوؤ مكانة بارزة لريادة هذه الرياضة محليا وإقليميا ودوليا، وأكد سموه أهمية هذه السباقات الناجحة التي تعزز ما وصلت إليه هذه الرياضة الأصيلة من سمعة طيبة ومستويات متقدمة، مؤكدا سموه أن رعاية جلالة الملك المفدى الفارس الأول لسباق الخيل حفظه الله شكلت حافزا كبيرا أمام جميع الفرسان من أجل تقديم أفضل مستوياتهم والظهور بشكل مشرف في أقوى السباقات. ونوه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بما تميزت به أشواط سباق الخيل على كأس جلالة الملك المفدى من منافسة قوية وحسن تنظيم عكس ما تمتاز به مملكة البحرين من تنظيم كبريات المهرجانات والفعاليات الرياضية وجذب جمهور كبير محب ومهتم لهذه الرياضة الأصيلة. وهنأ سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الفائزين في سباق كأس جلالة الملك متمنيا سموه لجميع الفرسان النجاح والتوفيق في السباقات المقبلة.